اهلا السلام عليكم حبيباتي كيف دايرين كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو مع فيديو جديده مرحبا بكم آه لا فيديو ديال اليوم بديتها مهم نورمالمون هي آه غادي يكون فيها شويه ديال الشقه وتماره ديال التحضيرات ديال عيد ميلاد ديال بنتي وبما ان كنت كنت قلت لكم راه مازال ما رتبت لا بواطات لا حتى حاجه والصراحه زحمني الوقت و... هكا هكاك فوق البوطاجي ومخيبين المنظر ديال الكوزينه ومهم لا منظر ولا والو يعني تنتي ما كتكونيش مرتاحه النفسيه ديالك في الكوزينه هكداك قلت ماشي مشكلة غادي نعمر غير بهذاك الشيء اللي عندي انا في الدار باش نزولهم ونكمل داك التخمال ديال داك البلاكار الفوقاني اللي بقالي وكي قلت لكم ما يبقاوش هكا قدام عيني مهم تخوى داك البلاصه اللي كانوا فيها صافي داكشي اللي درت مهم مشيت كان جبت داك وذاك البانيويات وذاك وداكشي اللي كان عندي فيهم شويه 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 اصلا غادي تلاحظوا بان كل خنيشه عندي فيها شويه شويه من كل حاجه السميده مثلا كنشريها كنصوب شي حاجه بها كيبقى شويه كيبقى في هذيك الخنيشه عاوتاني كنمشي نشري سميده واحده اخرى عاود كنصوب بها كيبقى في هذيك الخنيشه عاوتاني شويه مهم وكل حاجه ماشي مليون مفتوحه فقنت هي واحد يعني انا كندير في بلاصه وحده داكشي ولكن مهم يعني داكشي مرون ما ما واخدش بلاصتو وما منظم حتى شي حاجه والصراحه البنات هاد المنظمات فنين 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 ومن زمانات الله وما كاينين ولكن أه صراحه ما كنتش كنزعم على انني نشريهم حيت جدني الدقه يعني صعيبه باش تمشي تشري واحد الكميه اللي هي كتيرة بزاف كتجيك كتجيك كيجيوك غاليه يعني ما كتحسبي بزاف د عندك كتمشي كتخلصيهم كتلقايهم بواحد الثمن اللي هو طالع شي شويه رغم ان الوحده يلا كدير 13 15 18 درهم ولكن ملي كتجمعيهم عليك كاملين باش كتشريهم في دقه واحده كتجي شويه قاصحه والواحد من الاحسن كل مره يخرج يخطف هكا جوج ثلاثه يخطفهم ويجيبهم للدار ومن بعد ان شاء الله عاد يقاد فيهم آه داك الشيء ديالو وكيجيو فنين البنات والله العظيم الى البلاكار كيجي نقيقي وكيجي باين مرتب ومئدب مادب هنايا كيف ما كتشوفوا راني ديجا في هذيك البلاصه ديال اللي عندي فوق لاهوت تما عندي دائما كندير هادشي ديال لي بات اولا مثلا ديال ديال القطاني ولا تما كنديرهم وحاولت على انني نجبد داكشي اللي خاصني نجبدو ومهم داكشي مهم اللي عندك اي حاجه كتبالي خاصة خاصها تخبع كنخبعها صافي وهنايا كيف ما كتشوفوا خديت البواطات هذوك الكبارين شي شويه أه وحده درت فيها الطحين اللي كان عندي ديال الفينو وحده درت فيها الطحين ديال الفورس وحده درت فيها السميده اللي حتى كانت كلها خنيشه فيها شويه 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 في كل بلاصه هكا مليوحه وهنايا عاوتاني في هادو اللي جايين هكا شويش طويولين درت فيهم هكذا القطاني وداك الشيء اللي كان اللي خ... عندي وهنايا في هذا البلاكار هذا حاولت على انني هكا نمشي باش نقد نقدهم وداك الشيء على ما نكمل آه... عاوتاني مره اخرى ان شاء الله منين نخرج عاوتاني نشري بواطات واحد اخرين وهكذا نست فيهم داك الشيء اللي خاصو يتست المهم هذا الشيء غير اللي كان عندي موجود في الطرا قلت لكم ما تسخرت ما حتى شي حاجه ما كفانيش الوقت على انني باش نخرج وعاد ن... ن... نتقداو هذا قلت المهم بعدا نزولهم عليا درتهم هكا في الطبقه التحتانيه وجاو تما ولكن بقى واحد الفراغ وبالنسبه لهادو كنت بيرون في الطبقه اللي في الوسط عاوتاني جاو بحال هكا ضيقين مهم جيت انا آه قلبتهم يعني شوفوا البنات والله فريمون كيجيو واحد كيجيو منظمين فنين آه وهذيك البواطه الاخرى درت فيها هكا السكر حتى هي وان شاء الله غنمشي نزيد من هذوك اللي هكا شويش كبابرين اللي جم... اللي من التحت نزيد منهم ربعه واحد اخرين نديرهم تما وهذوك اللي من الفوق اللي جايين في الطبقه الوسطانيه في يوم القطاني هذوك غادي نزيد منهم سته باش هذوك ندفعهم اللور والاخرين اللي عاد غادي نجيب نستفهم تما قدامهم وخلاص غادي نجيب وحدين صغيورين راه حتى هما كنت شاركتهم معاكم فاش مشيت لذاك لذاك المحل صغيورين هكا الا بغيتي تحطي فيهم شي حاجه أه مثلا عطريه أه كانت عندك شيطه اولا مثلا انا واخا العطريه دايرهها في قريعه ديال الجاج ولكن مهم يعني الصراحة كيجيو منظمين مزيونين وباين يعني بلا ما تحتاج على انكم تاخدو هكذا آه شي تيكية وتكسبوا عاد فيها شنو هذيك الحاجة ولا هذا كيجيو باين بانك تمشي قاصدة هذيك الحاجة باينالك دونك صافي مهم جاو صراحة مزيونين كنتمنى على انكم حتى انا كنت شجعتكم وتديرو ديرو بحال هاد القضية هادي لان فغيمون غادي ترتاحو وغادي آه غادي يعجبكم البلاكار ديالكم انا والله يعني مازال ما كمل ما والو عجبني البلاكار دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم وهنايا غادي ندوز باش غادي نصوب معكم واحد الحشوه في نفس الوقت غادي نصوب واحد العجينه السحريه اللي غادي تصلح لكم في رمضان وكتصلح لجميع انواع لهاد الشيء ديال ديال المملحات تستعمليها في اي حاجه بغيتي تعمري بها تديريها مهم بالنسبه هنايا الحشوه بامكانكم ديروا اي حاجه انا هذه الحشوه خديت غير البصيله من بعد ما تشلضات مع شويه ديال شويه ديال الزيت تقلات درت هكذا واحد شويه ديال ديال الكفته ديال ومن بعد درت لها شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه ما درت لهاش فلفل احمر هي اللي طلقها هذيك اللون لانه ما لانهم هما ديجا مشرملينها من عندهم وصافي على ما تقلات مزيان لحقت لها هكا واحد شويش ديال سلامي ديال البف بامكانكم ديروه المهم انا قلت لكم الحشوه على حسب ودرت شويه ديال المعدنوس وصافي وخلطت كل شيء حتى طابلي وتقلى وطفيت عليه بامكانكم نتوما ديروا اي حشوه بامكانكم ديروا زيتون ديروا حرور مهم المهم اي حاجه بغيتوا ديروها ديروها اما بالنسبه للعجينه اللي قلت لكم تصلح لكم لا في دابا في رمضان ولا في اي حاجه ودائما تكون عندكم هذه العجينه لانها فريمون سهله مهله وزوينه بزاف هنايا كيف ما غتشوفوا درت شويه ديال الفرس تقريبا واحد 4 خمسة ديال المعالق ديال الفرس وهذا آه هاد اللقطه هذه ضرورية البنات خاصكم تنتبهوا لها آه أربعة خمسة د المعالق ديال الفورس مع واحد المعلقه كبيره عامره ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه كبيره عامره ديال سنيده وتقريبا واحد الكاس ديال الماء دافي كنخليو هادشي الشيء كنخلطوه كامل مع بعضياته وكنخليوه حتى كيتفاعل مع بعضياته كت آه يعني هكذا كت آه كيتفاعل وكتخمر داك الخميره صافي من بعد غادي ناخذ مي كتخمر ليك أنا غادي نمشي ناخذ دابا العجانة ديالي اللي بغا يعجن بليد، يعجن باليد خديت هكا تقريبا واحد جوج كيسان كبارين ديال المدافين درتهم في العجانة ومن بعد ضفت آه تقريبا شي نص كيلو ديال الفينو يعني الدقيق الاصفر تقريبا شي نص كيلو ومن بعد عاوتاني هكا ضفت تقريبا واحد الكيلو ديال الفرس حتى هو وضفت هذاك الخليط ديال هذيك الخميره اللي من بعد ما تفاعلات مع هذاك الشيء ودرت شويه ديال الملح ودرت العجينه ديالي تعجن على خاطر خاطر حتى دلكات وكنقبطها وكان هكا في شي حاجه ونغطي عليها بسلوفان ونخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها وحتى كتخمر مزيان 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 كيف ما شفتوا هنايا حتى خمرات وكل شيء عاد مشيت باش هكذا نجمعها ونقسمها انا غادي نقسمها هنايا كل واحد على حسب شحال بغال... على حسب من شكل يقسمها لان هذه كي قلت العجينه كتصلح لجميع انواع الفطائر او لجميع انواع المملحات وكتجي رطيبه وهشيشه وبنينه وما فيهاش المقادير بزاف هذوك هما المقادير فقط اللي قلت يعني ما تحتاجش على انكم ديروا لا بيض ما تحتاجش على انكم ديروا لا حليب لا زبده <تصفيق> <تصفيق> لا زيت لا حتى شي حاجه يعني غير <applause> داكشي اللي قلت لكم فقط صافي وهنايا كيف ما شفتوا قسمتها درتها هكذا غادي نطلق الاولى صراحه مهم فاش كنت كنطلق ضرني شي شويه ظهري مع الوقوف وداكشي ضراتني كرشي وضرني ظهري غادي نبدا فوق البوطاجي ومن بعد غادي نمشي نكمل فوق الطبله مهم غتشوفوا غير باش منين تشوفوا اللقطه بانها تبدلات <applause> <applause> مهم انا كيف ما غيبان لكم غنحاول على انني هكا غادي نطلقها وغادي نقطع أه على حسب حساب المرشم نتوما اللي بغيتو المهم وعلى حساب الشكالات اللي بغيتو ديروهم كيفاش غادي يكونوا المهم ديروا اللي عجبكم وصافي انا غنشارك معكم غير هذوك الثلاثه ديال المملحات اللي درت بهاد العجينه هذه صافي خديت هنايا أه كويس وبديت هكا كنقطع كن أه دوائر لهادو بغيت ندير بهم البطيبيطات ومن بعد مور ما غادي نسالي ناخذ الكونتيتي اللي بغيت غادي نديرهم هكذا يخمروا كيخمروا في ساعه لان ديجا العجينه يعني رطبه وديجا خامره ومني كتقطع يعني كتطلقوها ديجا راه كتبان بانها مازال كتطلق البواوق يعني سيدة السيده <applause> العجينه السيده <applause> العجينه راه <applause> صافي خاصها غير فوقاش طيب عيات <applause> صافي وهنايا عاوتاني في نفس الوقت عاوتاني خديت عجينه وحده اخرى من بعد هذيك قلت لكم خليتها هكا في واحد البلاطو غطيتها تخمر واحد شويه خديت عاوتاني عجينه واحده اخرى طلقتها وقطعتها عاوتاني على هذا الشكل ولكن غادي نزيد نكبرها شي شويه غندير بها بحال الشكل ديال الباكيطات صغيورين كيجيو هكا رقيقين هادي هاد الباكيطات هادو الصغيورين اولا هاد العجينه هادي اللي قطعتها هكا هي اللي غادي نعمر بها آه داك نعمر داك الحشوه اللي صوبتها معكم قبيلات اللي فيها الكفته ديال لادند وفيها داك السلامي يعني غادي نعمر بها غادي نديرهم حتى هما على شكل صبيعات أو على شكل باكيطات صغيورين وغادي نحطهم هكذا حتى هما نغطيهم ونخليهم يخمروا حتى يخمروا داكشي عاد نقبطهم وندهنهم بشويش ديال البيض اللي مخلط هكذا اما مع الخل الابيض واما مع الحليب على حسب الزفوريه ديال البيض باش ما يبقاش صافي ودردروا عليهم سواء كان خشخاش اولا فروماج اولا زنجلان المهم شنو ما كان كيتوفر عندكم بامكانكم هكا تدردروا عليهم عليه من الفوق باش كيجيو كي داك الباكيطات الصغيورين هكا مزوقين هادشي اللي بغيت نقول لكم أه وبالنسبه للبطيبيطات الاخرين هادوك ما غاديش نعمرهم معكم هاد النهار أه لان التعميره اللي غادي ندير غادي ندير التعميره شي شويه غادي تكون بارده بحال الشكل ديال صالاد وخاصها تكون يعني خصهم يتعمروا في نفس النهار اللي غادي يتنكلو فيه يعني في الساعه اللي غادي تنكلو فيها ما يصلحش على انني نخبعهم و... وتكون داك الشلاضه يعني تبقى تبرد تبقى تدبال هالشي اللي بغيت نقولكم اما بالنسبه للعجينه الاخرى اللي خديت قبضتها وقطعتها على هذا الشكل هذا ودرتها هكا كاريين ما بغيتش نديرها مدوره باش غادي ندير بها البيتزا انا كيف ما غتشوفوا قلت لكم راني جلست حيت باق على انني نبقى واقفه وانا كنخدم فوق البوطاجي صافي مشيت هكا جلست فوق الطبيله وبقيت هكا كنقطع كنطلق العجينه وكنقطعها هكذا مربعات ودرت البيتزا على شكل هكا مربعات وصافي بالنسبه للبيتزا حتى هي الحشوه بامكانكم ديروا اي حشوه بغيتوا انا درت غير لاصوص طوماط العاديه ودرت غير الطريف ديال فلفله احمر و واحد طريف صفيفر وصافي ونص ديال الزيتونه ودرت لها الموتزاريلا من الفوق وشويش ديال الزعتر من الفوق وصافي وبامكانكم تما تستعمروها بالطون اولا بالحوت اولا بالكفته ولا أو باي حاجه بامكانكم تصوبوها على حسب كل واحد ولوغو ديالو صافي هادشي اللي كاين ومن بعد بالنسبه لهذه البيتزا ضروري تقبل العجينه ضروري ديروا لها هكذا شوكه يعني فرشه تقبوها عاد تعمروها لان العجينه كتنفخ حيت فيها الخميره اما بالنسبه للاخرين لا الاخرين خليهم غير هكاك صافي ما عندكم تقبوهم ما حتى شي حاجه أه بالنسبه هنايا يعني غنشارك معكم يعني كيفاش هاد هاد الربعه هادو كيفاش يعني عمرتهم وصافي والبيتزا كتدخل سوغ بلاص الفران يعني ما كتحتاج على انكم تخليوها تخمر ماشي كي بحال هادوك الاصابع وماشي كي بحال البطبيطات وبالنسبه كي قلت لكم اي مملحات او لا اي فطائر كتصلح لهم هاد العجينه خليوها عندكم معتمده وخصوصا سيدنا رمضان داخلين ان شاء الله باذن الله وراها سهله مهله سهله مهله وما فيهاش كي قلت لكم القوام وكتجي رطبه وبنينه غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم آه خليوها عندكم معتمده صافي هذا الشيء اللي كاين ومن بعد ان شاء الله باذن الله غادي ندوز باش غادي نبدا كنطيب هذوك البطيبيطات وغادي تشوفوهم كذلك حتى هما كيفاش كيجيو كي يعني حتى هما كيتنفخوا تبارك الله كل غير هو على حسب حتى الطياب الصراحه يعني اون فوا هكا ملي كتحطوا البطيبيطات ديالكم يطيبوا اون فوا كتحطوهم علاما كتجيو تحطوا هذيك التاليه كاع الحبه التاليه كاع كترجعوا لهذيك الاولى اللي حطيتوها وتقلبوها عاوتاني تقلسوها هكا غير واحد الخمسه ديال الثواني وتوليو تقلبوهم عاود تقلسوها هكا واحد الخمسه ديال الثواني وتوليو تقلبوهم حيت ما حدهم نتوما كتقلبوهم تشقلبو فيهم وهما كيتنفخوا تبارك الله اما الا خليتوهم حتى يعني حتى طابوا لكم واحد الجهه ومشيتوا عاد تقلبوهم للجهه الاخرى ما غاديش يتنفخوا لكم وما غاديش يجيوكم من الداخل خاوين بحال بحال هكا خاوين يعني فيهم الهواء غادي يجيوكم بحال الا راهم مبطعين فيهم البطعه لداخل بحال لا باغيين تاكلو غير المطلوع ولكن ملي كديروا لهم هالطريقة الطريقه هادي كيف ما كيبانوا لكم هنايا كي تنفخوا كيجيو دايرين عرفتي بحال اش غنقول لكم بحال شي نفاخه بحال هكا انا غادي نحل وحيده باش هكا تشوفوها وديجا هو غيكون كيبان لكم بانهم كيفاش تبارك الله كيتنفخوا وهذاك صافي وانا ما كنحمرهمش بزاف كنخليهم غير هكا غير ذهبيين فقط يعني ما كنحمرهمش بزاف كنزولهم عاود غادي نكمل يعني حتى نكمل كل شيء وكي قلت لكم دغيا دغيا كيخمروا لان ديجا العجينه مدلوكه مزيان حيت فريمون خليت هاد مزيان في الماكينه تعاودات لي تقريبا شي ثلاثه ديال المرات وانا كنعاودها بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على الماكينه ديالي العجانه كيقولوا لي اسماء ملي خديتها راه كنت خديتها شحال هادي وتشاركتها معكم شحال هادي كنت خديتها غير من الجوطيه بشي 150 درهم كنت طحت فيها هادشي باش خديت باش خديت هذيك العجانه يعني مستعمله ماشي شي حاجه اللي اللي, جديده والصراحه شفت هادوك الجداد اللي دابا كل كلشي ولكن ما أه كيقول لك جديد ليه جده والبالي ما تفرط فيه هذه ديالي تبارك الله كتدلك مزيان حتى توقف عاد نبدلها باش نبدلها هكاك لا حشومه حشومه اللي كيبدل صحابو غير هكاك بدون سبب انا كيف ما كتشوفوا حليت لكم هكذا وحيده باش تشوفها كيفاش كتجي من الداخل كتجي خاويه غير عمريها وبنينه والريحه ديالها طالعه غزاله طالع غير غير اصلا كتكوني كطيبيهم كتشهي على انك يفوت الزيام من المقله تاكليها تاكليها كسخونة سخونه وحافيه كي قلت لكم هنايا بالنسبه لهادو تا من بعد ما كنشوفهم بانهم هكذا أه بحال اللي خمروا لي وداكشي غندهنوهم هكذا غير بالبيض وكي لكم خلط مع شويش ديال الحليب وغادي ندردر عليهم شويش ديال الزنجله انا هنا عندي داك الزنجله الملون اللي فيه اللوينات وصافي وغادي ندخلهم حتى هما الفرن بالنسبه للفران بحال هكا الخبز يعني من 180 درجه حتى ل 200 درجه يكون سخون كنطيبهم من التحت على ما كيطيبوا من التحت كنشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا هنا كنوريكم الشكل النهائي ديال البطيبيطات كيفاش كيجيو كي درتهم في هذه البواطه هذه لان آه لان مازال ما غاديش نستعملهم حاليا وهنايا الشكل ديال الميني باكيت كيفاش حتى هو كيجي وكيجي كيجي مزيون المهم يعني شي حاجه بحال هكا ديال المملحات وهنايا كذلك البيتزا درتها على شكل مربع وصافي وان شاء الله مازال غادي نزيد حاجات وحده اخرى المهم هذا النهار هذا الشيء اللي قديت على انني غادي اللي صوبته ومازال غادي نزيد حوايج وحده اخرى ان شاء الله اي حاجه درتها اكيد غادي نشاركها معكم و صافي هادشي اللي بغيت نقول اكيد الى عجبكم لا ديال اليوم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن لي كومونتير ديالكم أو غنقول لكم في راسكم حتى نطلعو ان شاء الله فيديو قادم بالسلامه عليكم